حقيقة مصر اليوم في مأزق كبير، ومصر اليوم في ورطة كبرى. أولا التجمع السكاني والكثافة السكانية التي أصبحت هائلة في رفح، والتي تهدد بكوارث إنسانية كبرى. حال الاجتياح لن تترك مجالا للفلسطينيين إلا بتجاوز الشريط الشائك نحو مصر، وهذا الأمر سيكون حتمي الحدوث حال بدء الاجتياح. فاليوم الكثافة في رفح أصبحت أكثر من 27,000 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. إذن أين يذهبون؟ صاروخ عشوائي بدون هدف قادر على قتل 100 مواطن. فالخط والسبيل الوحيد لديهم هو مصر واجتياز الشريط الشائك في مصر، لأنه لا أحد سيمنع نتنياهو من القيام بهذه العملية في رفح. نتنياهو يريد إطالة أمل الأزمة، تحقيق أكبر المكاسب. نحن قادمون على رمضان على حالة ارتفاع الشعور لدى الشعوب الإسلامية، وعلى حالة علو روحانيات لدى الشعوب الإسلامية. نتنياهو يعرف هذا الأمر جيدا. إذن لديه شهر سيحاول أن يحدث به أكبر مقتلة ممكنة في رفح.